اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين التوبة هي من الفرائض الدينية الهامة جدا الانسان غير المعصوم قد يبتلى بزله فيجب عليه ان يصلح ما افسده وذلك بالتوبه ومن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا جميعا ان فتح باب التوبه ان الله يغفر الذنوب جميعا وذلك لأن الإنسان إذا كان يائساً عن قبول توبته، وإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة، فإن هذا اليأس يؤدي بالإنسان إلى عدم إصلاح ما أفسده، وإلى الانغماس في المحرمات، فيقول مع نفسه: ما دام لا خيار لي، وان مصيري سيكون الى النار فلماذا لا ارتكب سائر المحرمات ولماذا لا التذ من دنياي لكن حينما فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبه امام الناس جميعا فان معنى ذلك امكان ان يصلح الانسان ما افسده وهذا يساهم في رجوع الانسان الى الحق وترك المعاصي الاخرى. طبعا التوبه لها مقدمات اربع. هذه المقدمات الاربع اذا اجتمعت هذا العمل يكون توبه. والا فليست التوبه مجرد لقلقه لسان. يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام التوبه على اربع دعائم. يعني أربعة أعمدة تقوم عليها التوبة. ندم بالقلب الإنسان يندم على المعصية التي ارتكبها. فإذا لم يكن نادمًا بل كان في قلبه مسرورا بها فإن هذه لا تكون توبة. مجرد أن يذكر كلام على لسانه هذا ليس توبة. أولا الندم في القلب وهذه مرحلة قلبية. وبعد أن يندم في القلب المرحلة الثانية يقول أمير المؤمنين: واستغفار باللسان، يعني الإنسان بلسانه يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وثالثا: وعمل بالجوارح، بمعنى أنه إذا كان قد فرط في حق وكان يمكن تدارك ذلك الحق يتدارك إذا كان في حقوق الله سبحانه وتعالى كأن لم يكن قد صلى أو لم يكن قد صام أو لم يؤد الزكاة والخمس فإن مجال القضاء والأداء مفتوح عمل بالجوارح يقضي صلواته التي لم يصلها وكذلك الصيام الذي تركه والحقوق الواجبة المالية يؤديها وهكذا وإذا كان في حقوق الناس يؤدي حقوقهم إذا كانت مالية ويسترضيهم، فالمرحلة الثالثة العمل بالجوارح والمرحلة الرابعة أيضا مرحلة قلبية يقول أمير المؤمنين وعزم على ألا يعود، يعني يقصم بأن لا يعود إلى ذلك الذنب، فإذا ارتكب ذنبا وهو قاصد على تكراره. إذا استغفر باللسان فإن هذا لا يغني ولا يسمى توبة فإذا هذه الأمور الأربعة اجتمعت الندم والاستغفار وإصلاح ما أفسده بالعمل وعزم على أن لا يعود هذا يكون توبة والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إذا حاول الإنسان ان يصلح. هناك لا يوجد جريمه اكبر من الشرك، والله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب الا الشرك اذا مات الانسان عليه. فاذا الانسان قبل موته اراد ان يرجع عن شركه، الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. نعم اذا مات مشركا فانه لا يغفر له، ولكن اذا تاب قبل موته وقبل ان يرتفع الغطاء عنه اذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك التوبه، كثير من الصحابه المنتجبين قبل البعثه كانوا كفار، كانوا مشركين ولكنهم حينما من الله سبحانه وتعالى عليهم وبعث رسول الله محمدا صلى الله عليه واله هؤلاء اسلموا والاسلام يجب ما قبله وهؤلاء الصحابه المنتجبين كعمار وابي ذر وامثالهما وصلوا الى درجات عاليه جدا بحيث مدحهم الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، ثم ان هناك نوع اخر من الاستغفار لان ذكرنا ان الاستغفار من مقدمات التوبه هذا الاستغفار يكون للعجز عن اداء الحق او للعجز عن اداء حق الله سبحانه وتعالى. اولياء الله سبحانه وتعالى المعصومين الانبياء الائمه هؤلاء معصومون لم يرتكبوا ذنبا قط في طيله حياتهم ولكنهم كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. لماذا يستغفرون؟ لانهم حينما يرون عظمة الله سبحانه وتعالى يشعرون بالعجز عن التمكن من أداء حق الله سبحانه وتعالى، عدم قدرتهم على أداء حق الله سبحانه وتعالى. لذلك يستغفرون من عدم تمكنهم من عجزهم لا عن تقصيرهم. نظير إذا كان هناك شخص مريض متمدد وجاء أشخاص من الناس المحترمين لزيارته فانه لا يتمكن من ان يقوم بواجب الضيافه من احترامهم ومن الجلوس امامهم ومن القيام لهم يعتذر اعتذاره عن تقصير لا لم يقصر وانما يعتذر اعتذاره عن عجز وهكذا اولياء الله سبحانه وتعالى يستغفرون الله سبحانه وتعالى لعجزهم عن اداء حقه سبحانه وتعالى لا لاجل تقصيرهم نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر وفي سائر الشهور لكي نتوب إليه ولكي نستغفره هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين